احنا ايه هو الاي سي دي، واحنا ايه اهميه الاي سي دي، وليه الناس فكرت انها تعمل حاجه اسمها اي سي دي. مبدئيا الناس اللي عندهم كارديوفاسكولار ديزيز مور ذان 50% من الديث بتاعهم بيبقى نتيجه لسادن كاردياك ديث. سادن كاردياك ديث هو بروبلي اريثميك ديث بيحصل عندهم most commonly ventricular fibrillation، وده بيعمل sudden cardiac death، بعد كده بيوقف العضلة. سواء بقى المود اللي انت شفت فيه العيان ان هو VF، او بعد كده شفته asystole، او شفته على برادي اسيستري، ممكن ان هو يبقى ابتدى VF وبعد كده حصل degeneration بعد كده للبيزلاين اللي انت شايفه دلوقتي. طيب مش دي قصة. طب ما هي لو قصة كده كان عيان الكارديوفاسكولار اللي عندهم مشكلة، خلاص هركب لهم لما يجي لهم VTAC، هركب لهم بعد كده ICD for secondary prevention. لقوا ان السادن كارديك ديث ده ممكن يبقى الفيرست بريزنتيشن عند يعني ناس كتير جدا عندهم unknown cardiovascular death، وبيجي لهم unknown قصدي cardiovascular disease، ويجي لهم out of hospital cardiovascular death. يجي اول presentation العين arrested بره، طب ساكت من غير ما يبقى عنده اي history في اي حاجة، وده بنسميه اللي هو unprovoked sudden cardiac death، اللي هو unexpected، العين ماشي عادي خالص وبعدين يأرست مرة واحدة. طيب معلش الناس القديم، ايه تعريف sudden cardiac death؟ يعني امتى اقول العيان ده مات جاله sudden cardiac death؟ يعني عيان، طيب مثلا عيان ما عندوش اي حاجه خالص، جاله chest pain وبعد كده راح المستشفى قالوا له عندك extensive anterior infarction، والراجل ده جاله VF ودايد بعد diagnosis within 2 hours مثلا، ده sudden cardiac death. sudden cardiac death معناه ان العيان بيموت within hours من الدياجنوزز بتاعه، يعني هو unknown قبل كده ان هو عنده حاجة، او عنده حاجة بس asymptomatic، يعني هو عارف مثلا العيان ده عنده congestive heart failure بس ماشي compensated وما عندوش اي مشكلة خالص، بس ما عندوش اي حاجة خالص وماشي within يعني less than 2 hours من الcomplaint he died. فده it can be defined as sudden cardiac death. بس مش sudden cardiac death معناه ان هو عيان سليم ومات، هو it is a sudden cardiac death برضو، بس sudden cardiac death تحتمل برضو الناس اللي بتكلم عليهم دول، ده في universal definition. يعني اما جم بصوا على sudden cardiac death لقوا ان 50% من كل cardiac death هي sudden، خلاص، وده بيمثل 1/7 من كل mortality worldwide. فانت اما تلاقي حاجة تقدر تعمل secondary أو primary prevention of sudden cardiac death معناها ان انت يعني عملت انجاز فظيع، ان انت قللت المورتاليتي ماركتلي. اوكي طيب القصة دي بقى، لو انت عيان جاله sudden cardiac death واحنا قلنا ان دول نسبتهم كبيرة out of hospital، فاحسن الظروف فاحسن حتة في التاريخ لو عندك اللي هو الديفيبريليتور اللي في الشارع، السيرفايفل من out of hospital لسه ما يزيدش عن 20%. يعني انت لو انت في اوروبا وعيان ده ارستت في محطة القطر ولقيت عندك اللي هو الديفيبريليتور اللي متعلق على الحيطة ده واستخدمته، الاوت اوف هوسبيتال سيرفايفل ما يزيدش عن 20% برضو. فما بالك عندنا، عندنا يعني انا شايف ان اوت اوف هوسبيتال سيرفايفل ما يزيدش عن 1% باي حال من الاحوال، وين هوسبيتال كمان. بس الفكرة ان اوت اوف هوسبيتال ده لو العيان صغير في السن ممكن يستحمل شوية a period of sudden cardiac period of cardiac arrest. يعني لو العيان ده 30s 40s ممكن الميوكارديوم بتاعه والبرين يستحمل a part of few minutes of cardiac arrest لحد ما حد يلحقه ويعمل له CPR. اوكي لكن طبعا older ages لا، survival is يعني near zero. اوكي طيب بص، هو حصل حاجة كده في الكمبيوتر انا مش فاهم هي ايه الحقيقة. اوكي خلاص، لا ان شاء الله ما فيش مشكلة. طيب الباثوفيسيولوجي يعني بتاع sudden cardiac death ما اعتقدش يعني هتبقوا interested فيه قوي، بس هي القصة يعني القصة كلها بتتكلم على الآتي، ان العيان عنده حاجة اسمها substrate، والsubstrate ده بيجي له trigger. السبستريت ده عادة عبارة عن area of abnormal conduction، سواء بقى scar سواء fibrosis سواء حتى فيها anatomical barrier، وبيجي عنده trigger. التريجر ده عادة بيبقى a premature ventricular contraction، وهي triggered بايه؟ بالكترولايت imbalance، بسكيميا، بهايبوكسيا، الحاجات دي كلها ممكن تعمل triggers وتعمل القصة دي. دي الoverall pathophysiology. وبعدين بيخش في circuit بتاعت VTAC VF، ده المود اوف arrest in most of the patients. ventricular tachycardia 62%، VF primary أو تورساد دول بقيت يعني الـ 20% الباقيين، برادكارديا uncommon هي 17% وعادة بتبقى قبليها يعني اسكيميا، inferior اسكيميا بالتحديد، وتعمل برادكارديا يخشوا في اسيستول. اوكي
طيب في نقطة كده هكلمكم عليها سريعا في البرزنتيشن دي، حاجة اسمها الـ wearable defibrillator. حد سمع عنه حاجة القصة دي؟ عارفينه؟ طيب هو ايه الـ wearable defibrillator ده؟ القصة كالآتي، ان انت الجايد لاينز بتقول لنا زي ما شريف هيقولكوا كده، انت تركب الـ ICD ده 40 days after the event، يعني 40 days after العين يجي له مثلا myocardial infarction. طب ايه اللي هيحصل في 40 days الاولانيين دول؟ ممكن عين يموت هو مش مركب الاي سي دي. طب هو ليه 40 days طلعت منين اساسا؟ حد عنده فكره؟ طلعت منين القصه دي؟ مش عارف برضه. جاب في كده شويه مصدوش اللي ما هي مورتاليتي بنفيت. بص هم عملوا ترايل على القصه دي، لقوا ناس بتركب بعد الام اي على طول وناس بتركب ليتر اون بعد 40 دايز. لقوا ان اللي بيركبوا بعد 40 دايز دول ليهم سيرفايفل بنفيت احسن. ليه؟ لان اول 40 يوم دول العيان ممكن يجي له اريثميك ايفنت، يعني يجي له فنتريكولار ستورم زي ما بنقوله، فجهاز يبقى كانه ملوش لازمه وخد شوكس على الفاضي. ممكن العيان ده يجي له بروجريسيف هارت فيلير ويموت من الايفنت، مش الاريثميز نفسها. عشان كده بيقول لك بعد 40 يوم مش هتفرق. تاني حاجه ان يعني دي حاجه ثيوريتيكال، يعني ان الفولنربل مايوكارديوم في اول فتره دي لو عملت انترفنشن ودخلت ليد تال اي سي دي ممكن انسنس اوف بيرفوريشن تبقى اعلى، اوكي، وممكن تبقى هو ده نفسه انفايت اريثميز انترودكشن اوف اليد. لكن ستيل العينين دول في اول 40 يوم ممكن يجي لهم اريثميك ايفنت وممكن يموتوا. فعملوا ترايل اسمها الوير ات ترايل دي كانت على اللي هو الويربل ديفيبريليتر. لقوا ان العين ده يا عم روح عادي خالص بيتكم في اول 40 يوم بس البس البتاع ده. لقوا ان المفروض ان ده بيحسن المورتاليتي، ولقوا ان في علاقه كده فيري انترستنج، يعني ان كل ما زادت الانترفال بعد الايفنت كل ما نسبه او الانسيدنس بتاعت الاريثميا بتقل. يعني العيان ده في اول سنه بعد الانفاركشن ات هاير ريسك انه يجي له اريثميك ايفنت، بعد اول سنه لو عدت عاده مش هيجي له حاجه خلاص. فدي يعني قصدي الوارد عشان لما يجي شريف دي ما لو انت رجعت الباثوفيسيولوجي، البريزنس اوف سكار نفسها، هو طبعا ريبرفيوجن بيقلل الانستنس دي، بس البريزنس اوف سكار اكيد اي عين هيعمل ريبرفيوجن هيفضل عنده حته سكار. السكار ده نايدس او سبستريت فور اريثميز، فيعني whatever للمايوكارديوم بالظبط. عشان كده برضو بعد 40 يوم لازم تاسس الفانكشنز تاني وتشوف العيان ده اليجيبل للاي سي دي ولا از برايمري بريفنشن. طب سؤال تاني كده بالمناسبه الكلام ده، لو العيان ده جاله خرج روح البيت وبعد 2 ويكس جاله في تاك، ده يبقى انديكيشن فور اي سي دي ولا لا؟ 2 ويكس طب هو 40 يوم دول في البرايمري ولا السكندري بريفنشن؟ لا سوري، ال40 يوم دول صح، 40 يوم دول فور برايمري بريفنشن. لكن لو عيان روح وجاله في البيت بعد اسبوعين في تاك او اريستد او طبعا هتطمن الكورونر ليس بيتنت، بس ساعتها هتركب اي سي دي فور سكندري بريفنشن، وده مش لازم تستنى الاندكس بروسيجر، قصدي مش لازم تستنى ال40 دايز اللي بنتكلم عليهم خلاص. بس سؤال، اريثميا within 48 ساعة؟ لا 48 hours دي primary arrhythmias. primary arrhythmias ممكن تبقى reperfusion، ممكن تبقى اي حاجة دي تساب. اوكي طيب دي الاسباب بتاعت السادن كاردك ديث اللي احنا يعني كلكم عارفينها. قول لا طبعا انت بعد 40 days بتأسس القصة في primary prevention، بعد 40 days تأسس الفانكشنز تشوف العين ده eligible for primary prevention ولا لا. يعني افرض انت بعد الريفاسكولايزيشن لقيت الفانكشنز بتاعته 45%، لا ده مش indication. طب اسألكوا مثاليا، طيب ده في سؤال تاني، عيان اسكيميك جاله anterior وعملنا له primary LAD وخرج وروح كويس جدا الفانكشنز بتاعته 40%، اوكي وروح هو العين في البيت دلوقتي وما جالوش اي حاجه، اوكي العين ده كان عنده سيركمفلكس في توتال اوكلوجن وكان نون اليجيبل فور ريبرفيوجن، اوكي العين ده بعد ما روح بعديها بشهر
جاله فيتاك وارستد على فيتاك وخد واتلحق يعني ورجع وكده. صورته تاني لقيت الستنت بتاعت ال دي بيتنت والسي اكس سي تي او ونوت اليجيبل فور ريبرفيوجن. نعمل ايه؟ يعمل يركب اي سي دي لا اتس ا كلاس 1. طالما العيان ده نون اليجيبل فور ريبرفيوجن لازم يركب. يعني افرض مثلا جالك عيان سكيميك عنده مالتي فيزلز وانت عملت تو فيزلز وسايب التالت ما يتعملش, يعني بقى فيري سمول اكستنسيفلي ديزيزد مش سهل انه يتعمل انترفنشن. بالظبط بالظبط اتس ريفرسبل كوز. يعني قصدي سؤال تاني, طيب عيان بهذا الشكل جال ماشي في الشارع وارستد وانت جيت صورته لقيت عنده ال اي دي, فتحت ال LED خالص ومفيش اي مشكله بس لقيت عنده ال LCX ورايت كراي ما يتفتحوش, هل العيان ده يركب اي سي دي ولا لا؟ هو جاله في تاج بره وانت لقيت ال LED محتاج يتعمل عملته بس عنده توتال LCX ورايت كراي والفانكشنز 40%. مش ده يعتبر اندكس ام اي دي اتو ام اي؟ لا هو جاله تشيست بين, جاله تشيست بين وبعدين اتصور يركب. هتعرف فين ان هو ال LED؟ ازاي مش معتبرين دي نون اس تي اكيوت كرونيك سندروم؟ ماشي ماشي اتس نون اس تي اكيوت كرونيك سندروم. بتقول ان انت ودن 48 صح, مش هتركب في اول 48 ساعه بس انا اركب العين ده قبل ما يروح علشان في حاجات تانيه, عشان انا مش عارف ايه اللي عامل له الفي تاك. انت عارفه؟ لا. طيب عنده سكار وعنده حاجه قفلت او يعني السكار دي عملت يعني ستيم يعني بتريجر من البي في سي من وات ايفر وانت ما عملتش كومبليت ريفاسكولاريزيشن. انا مش عارفه ايه بالظبط ولا حاجه نتيجه السكار. في عيانين كتير بيبقوا بالشكل ده, بيبقوا ان ذا ايفنت يعني سيل عنده انزايم بتاعته بوزيتيف انت نون ستيمي وجاء وكان برزنتيشن بتاعه بفي تاك او حتى ستيمي وكان البرزنتيشن بتاعها في تاك, اركبه ستيمي؟ يعني العيال جاي ارستد في الشارع دخلته رجعنا ساينس ولقينا فيه ستيمي. لا لا ده لو في كالبريت ليجن واحد وعنده بقيه الفيزلز نورمال لا دي حاجه ثانيه. طيب لو العيان ده ارستد في الشارع في تاك ولقيت انزايمز بوزيتيف ساعتها الموضوع هيختلف, هركب له وصورتي وصورت لقيت ايه؟ المنظر اللي دي واتنزل مش هيختلف طالما ما عملتيش كومبليت ريفاسكولاريزيشن هيركب. يعني في كل الحالات ما عدا في الستيمي اللي فيها كالبريت. بالظبط ما عدا الستيمي فيها كالبريت وبقيه الفيزلز ما فيهاش حاجه. اوكي اوكي متفقين؟ يعني قصدي البيز لاين في التفكير بتاعك انت مش عارف ايه اللي عمل الاريثميك ايفنت, هو طبعا كومنلي يبقى تريجرد بالسكيميك ايفنت الجديد لكن السبستريت موجود. متفقين؟ لا انا بتكلم على عيان عنده نون امنبل فيزلز فور ريفاسكولاريزيشن. اه اه يعني لو هو ستيبل لا 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 لو التانيين امنبل فور انترفنشن هيتعملوا بعد كده وجاله في تي يركب. اه دي سكندري بريفنشن اتس نوت برايمري. انت عايز تعملوا اي بي ستادي يعني؟ عشان تعرف. طيب اي بي ستادي يعني في الـ في الـ في الـ في الاي سي دي ترايلز كلها, يعني لو رجعتي الماست والحاجات ترايلز دي كلها مينيمال رول حتى هتلاقيها في الجايد لاينز كلاس 2 بي او 3, فيعني اي دونت ريكومند اي بي ستادي يعني في البيز لاين بتاع البيشنتس دي. اوكي طيب الكلام اللي جاي ده كله على يعني ايه الكوزز بتاعت السادن كارديك ارث يعني الفي تاك اللي ممكن يحصل. حاجات انتوا عارفينها اسكيميك هارت ديزيز المايوباثيك بيشنتس سواء دايليتد هايبرتروفيك او اي ار في سي فالفولار ديزيز ميترا برولابس هنتكلم عليه سنه بسيطه. كونجنتال هارت ديزيز طبعا كونجنتال هارت ديزيز اللي هو بنقصد بيه هنا مش الكترولايت امبالانس بس نقصد بيه الابنورمال اوريجين بتاع الكورونريز. اوكي اللي هي الكورونري معدي ودن البالمونري ارتريز فممكن يجي له
sudden cardiac death. اوكي البرايمري الكتروفيزيولوجيك ابنورماليتي اللي احنا عارفينها كلها لونج كيو تيز كلها البروجادا الايرلي ريبولاريزيشن الكلام ده كله البالمونري امبوليزم اورتيك كل حاجه اورتيك دايسكشن سيفير اورتيك ستينوزز يعمل اريتميك ديث. اوكي الميترال برولابس ايه رايكم بقى؟ هل ده حاجه فيري بيناين زي ما احنا عارفين ولا حاجه ليها الموست كومن بس بيجيب ساينس تاكيكارديا يعني يجيب بالبيتيشنز يعني فمش كل ميترال برولابس از مالجننت بس مش كل ميترال برولابس تتعامل معاه على انه فيري بيناين كونديشن بالذات لو العيان ستيل كومبلينينج. اوكي البرولابس لقوا ان هو ريسك فاكتور اوف سادن كارديو ديث بالذات في الناس اللي عندها فاميلي هيستوري. اوكي وفي شويه ايكو كارديوجرافيك يعني ابنورماليتيز مش الميترال برولابس اللي حته بس بتبقى في الاتريوم والاوفر دايجنوزز لا ده ليه كرايتيريا وليه شويه ريدندنسي في الميترال فالف ليفليت عشان اقدر اقول لك هو سيجنيفيكانت ولا لا. اوكي اسوشيتد معاه كمان عشان تقول ان هو مالجننت يبقى عنده ريبولاريزيشن ابنورماليتي في الاي سي جي. ماشي الكلام ايرلي ابيك مثلا او اي ريبولاريزيشن ابنورماليتي سواء بقى كيو تي طويله قوي سواء عنده الايرلي ريبولاريزيشن او اس تي اليفيشن في الانفرالاترال ليدز وبرولابس ساعتها كونسيدر ان هو مالجننت. طب مالجننت يعني هعمل ايه؟ هخوف العيان اقول له لا تركب اي سي دي؟ لا العيان هيعمل هولتر ونشوف اذا كان بيجي له مالجننت اريدمياز ولا لا نسال على الفاميلي هيستوري نسأل عن history of syncope أو حاجة زي كده وبعد كده ناخد decision والمين ستاي برضو يفضل في التريتمنت هو بيتا بلوكرز at first وبعد كده نشوف بعد كده لو احتاج حاجة arrhythmias ولا لا. الايه ده؟ نو نو لو اسوشيتد لو قال لك انا اسوشيتد معايا سيمتومز مع الاستريس ماشي ساعتها نعمل حاجه تانية. هو بيطلع كل شويه مسج كده عندي مش فاهمها يا استاذ وانا بقفلها كل شويه تشينج ذا كلر كيب ذا كرنت بات اسك مي اجين دونت اشو ذا مسج. خلاص يا عم قفلنا بيسجل بس اهم حاجه هو بيسجل تمام صوتك طالع في الاستوديو كده التحليل ما انا بمنتجه طيب انا حاسس ان انا بخش على محاضره شريف كده يا جماعه اللي هي الانديكيشنز. اوكي احنا نخش على الـ على الـ على البروجرامنج احسن صح. هسيبها لكم طيب ده الهيستوري اوف ترايلز بتاعت الاي سي دي يعني امتى قالوا الاي سي دي ده حاجه يعني محترمه ونستخدمها. هيبتدوا الاول بالسكندري بريفنشن ترايل اللي هي الافيد والسيدز والكاش. الثلاثه ترايلز دول اللي طلعوا الانتي اريثميك دراجز من اللعبه خالص وقالوا ان كلاس 1 كلاس 1 انتي اريثميك دراجز از كونترا انديكيتد فور اين ستراكشر هارت ديزيز لانهم في اول كام ترايل من دول كانوا بيجربوا البروبافينون في العيانين دول لقوا ان ده بيزود المورتاليتي فقال لك لا اي عيان ستراكشر هنوقف الانتي اريثميك كلاس 1 ويبقى الاي سي دي هو اللي ابر هاند في القصه دي. اوكي طب حد يعرف ترايل فيها الاميودارون؟ ها مش احنا بنستخدم اميودارون في العينين دول؟ ايه بقى الترايل اللي قالت ممكن نستخدم اميودارون؟ لا في اتنين ترايلز واحده اسمها اميات واحده اسمها كاميات ترايلز دول كل كانوا فيهم اميودارون ارم واميودارون ارم يعني طبعا هو in comparison الاي سي دي لا هو inferior بس ما كانش بيزود mortality والكميات بالذات مطلع ان هو ليه mortality benefit من غير اي سي دي طبعا فعين medical therapy وعين خدوا اميودارون. اوكي طيب البرايمري بريفنشن اللي هو الماديت 1 وماديت 2 طبعا ده اللي عينين برايمري بريفنشن بعد ام اي بتاعت الهارت فيلير احنا عارفين الكومبانيون والسادن كارديك ديث ان هارت فيلير ماديت سي ار تي رافت ريفرس بس الاخرانيين الرافت والريفرس دول والماديت سي ار تي دول اكتر يعني لو بصيتوا على الترايب بتاعت ماديت سي ار تي دول عينين مايلد هارت فيلير نيا كلاس 1 نيا كلاس 2 وكانوا بيحطوا فيهم سي ار تي دي او اي سي دي بس هما كانوا بيكمبير السي ار تي دي مع الاي سي دي ماشي ولا ايه؟ فلقوا ان عينين سي ار تي دي
بالظبط اللي هم الماديت كرايتيريا اللي هم الليفت باندل اكتر من 150 اللي هم الفيميل الدايركت مايوباثي ريكشن فراكشن طبعا كان ليس ذان 30 في العينين دول، لان دول بيتحسنوا اكتر مع السي ار تي دي عن الاي سي دي اكتر من ناحيه مورتاليتي وهارت فيلير هوسبيتاليزيشن. اوكي الرافت والريفرس كانوا برضو على عينين مايلد هارت فيلير. اوكي الكومبانيون لا دول مايلد هارت فيلير الاثنين، هما الاثنين طلعوا مع بعض رافت وريفرس. الكومبانيون دي بقى اللي مهمه شويه لان دي كانت المين ستي في العينين سي ار تي. دول كانوا 3 ارمز، واحد اوبتيمال ميديكال ثيرابي بس بياخدوا ادويه بس، واحد كان سي ار تي بس، واحد سي ار تي دي مع ديفيبريليتر. لقوا طبعا ان احسن ارم سي ار تي دي فيبريليتر، لكن لقوا ان ارم السي ار تي ده بيتحسن مورتاليتي وموربيديتي ان كومباريزون ميديكال تريتمنت. فدي من الحاجات اللي زائد السي ار تي في الجايد لاينز بقوه يعني. اوكي الاي سي دي بروجرامينج كان عليه شويه ترايلز برضو. الاي سي دي بدا في الاول حاجه اسمها شوك بوكس، ان هو بس بيدي شوكس وخلاص يعني يشوف الاريتمي محمد دي شوكس. ده اول ما اخترعوه. بعد كده ابتدوا يعملوا انترودكشن لحاجه اسمها الاي تي بي انتي تاكيكارديا بيسنج اللي هو زي اوفر درايف بيسنج للاريتمياز يعني. ومع الهيستوري لقوا ان الموضوع ده مهم جدا لانه بينلس وبيوفر عمر البطاريه وبيقلل الانجري المايوكارديوم مع الشوكس. فقال لك طب ليه لا، ما في اريتميا بتريسبوند للاي تي بي، ليه ما نعملهاش؟ فعملوا ترايلز اسمها البين فري والامبيريك اي تي بي، لقوا ان القصه بينيفيشال. بعدين رجعوا بعد كده تاني قالوا لا احنا هنعمل ديلي للثيرابي. يعني ايه؟ يعني بدل ما الديفايس ده يشتغل مثلا بعد 20 ثانيه من الاريتميا، لا انا هخليه يشتغل بعد 40. طب ليه يا عم؟ قال لك لان ممكن الاريتميا دي تقف في خلال ال 40 ثانيه دول وتيرمينيت سبونتينيوسلي، وفي نفس الوقت 20 من 40 ثانيه مش هتفرق في السينكوب يعني مش هتخلي العيان يغمى عليه، وفي نفس الوقت هوفر في البطاريه هوفر في الاي تي بي. وابتدوا يدوا ثيرابي على هاير ريتس، يعني بعد ما ندي الثيرابي بتاعتنا على 200 بيتس بير مينيت مثلا بقى بيدوا على 240، هنتكلم عليها ان ديتيلز يعني اسمها الميديت ريت. فرجعوا تاني قولي ده كان ما نعملش الاثنين، ما نبرمش لونج هاير ريت مع ديليد. كان في حاجه مكتوبه كده يعني ما نخليهوش مثلا بعد 40 ثانيه وفي نفس الوقت على هاي ريت قوي. بوث هقول لك على الماده تريت هكلمك ان ديتيلز عليها هقول لك عملوها ازاي. اوكي بس يعني عايز اقول لكم عايزها ثاني سمح. طيب ده الهيستوري اوف الترايلز كلها بتاعت الاي سي دي. طب انا بس عايز اقول لكم على اثنين ترايلز مهمين جدا، حاجه اسمها ديفيد ترايل، حد سمع عنها ديفيد ترايل؟ وحاجه اسمها الكابج باتش ترايل. الديناميت هي اللي قالت بعد 40 دايز خلاص. الكابج باتش دي ترايلز ما طلعتش بنفيت الاي سي دي. كابج باتش ترايل قالت لا الاي سي دي ده مش بينيفيشال. دول كانوا عينين سكيميك وعملوا لهم كابج، وكان في كمان حته انيوريزماكتومي لو عندهم انيوريزم، فلقوا ان انت الكابج لما حصل له كومبليت ريفاسكولاريزيشن لقوا ان الاي سي دي مش بينيفيشال. وده منطقي، انت لو عملت كومبليت ريفاسكولاريزيشن وشلت السكار فالعين ممكن ما يحتاجش الاي سي دي بعد الكابج. الديفيد ترايل دي بقى من الترايلز المفروض تبقوا عارفينها كويس، اللي هو هي مش بس ترايل اي سي دي، هي ترايل اوف بيسنج، لان هو العين ده كان مركب ديول تشامبر اي سي دي، والديول تشامبر كان هما بيبرمجوه ان هو اتريال سنس اوف فنتريكولار بيس. فلو ان العينين مركبين ديول تشامبر اي سي دي دول بيبقوا ورس عن العينين مركبه سنجل، مش عشان ده ديول وده سنجل بس عشان الديول بيخلي يحصل بيسنج. صعبه ولا يعني مستوعبينها؟ لا طيب هو الفكره كالاتي، ان هو قال لك طب ما اركب ديول تشامبر الاي سي دي العينين دول من الاول، بس لما جم برمجوا خلوه يعني زي بيس ميكر عادي اتريال سنس فنتريكولار بيس، والعين ده كان بوست ام اي الفانكشنز بتاعته امبيرد، فالبيسنج في رايت فنتريكل عمل ورسننج للفانكشنز اكتر. بالظبط ما احنا عرفنا ان هو طبيعي بعد ما عملوا ترايل دي. بالظبط يعني فدي كانت اللاند مارك تقول لك ان الفنتريكولار بيسنج ده وحش، فما يعين حتى لو ركبت له ديول تشامبر اي سي دي اعمل الالجوريثم بتاعتك عشان يعمل يقلل الفنتريكولار بيسنج از ماتش اس بوسبل. اوكي طيب دي شويه كلام على الترايلز اللي هي المشهوره بتاعتنا يعني. دي سادن كارديو جيث هارت فيلير ترايل، دي كانت لاند مارك ترايل عينين هارت فيلير كلاس 2 و3
اسكيميك او دايريتد فانكشنز اقل من 35% كان بيبصوا على الاول كوز مورتاليتي اند بوينت، كان بلاسيبو اميودارون اي سي دي، ودي طلعت الاميودارون ملوش افكت. اوكي دي من الترايلز المهمه اللي بيقول لك ان الاميودارون ده انت بتدي العين توكسينز من غير بنفيت. حد شاف سايد افكتس الاميودارون قبل كده؟ ثايرويد دي يعني سكين. لا مشوفش شفتها كذا مره ايه وكورني الاوباستيس بيبقى ازرق العين بيبقى مزرق فعلا. والبالمونري انا شفت عينين انترستيشن بالمونري فايبروزز ومش بيريزولف. فخلوا اليوز اوف اميودارون دي از فيري ليميتد يا جماعه، يعني ده توكسين فهنديه بس واحنا مضطرين. ايه بيدوه على بالبيتيشنز فالاميودارون ده يعني هو افكتيف بس هو الحقيقه يعني مريع فظيع. ادروني دارون بقى حد سمع عنه؟ طبعا. ايه رايكم؟ ده ما استخدمتوش. موجود في مصر؟ شركة مصرية موجود. دروني دارون ده هو المفروض زي الاميدرون بس من غير ايودين. هو كونترا انديكيت في عينين هارت فيلير او عندهم هيستوري اوف هارت فيلير، وكونترا انديكيت في عينين ليفر وأورتيك فالف ديزيز، وهو مش افكتيف. فيعني اي دونت ريكومند الدرون ده رون خالص الحقيقه يعني. يعني اللي يعرف حد ماشي على الدرون يغيروا بيتا بلوكرز افيد له يعني. اوكي ماشي. طيب دي سادن كارديجيت هارت فيلير، مش هنخش على ديتيلز الترايلز قوي يعني. دي الماديت والكومبانيون، دي كل الارقام اللي بين قوسين دي اللي هي الريليتيف ريسك ريدكشن مركب الاي سي دي 31% 36 23% ريسك ريدكشن في المورتاليتي. اوكي فدي بالنسبه لهم دي ارقام يعني هلاميه يعني. والسادن كارديجيت هارت فيلير هي دخلت الكونسبت بتاع البرايمري بريفنشن، يعني يقول لك انت ليه تستنى اما العيان يجي له ايفنت قبل ما تركب اي سي دي، مع انك لو طبقت الكرايتيريا بتاعت برايمري بريفنشن انت ممكن تمنع 75% من الايفنتس اللي ممكن تحصل. اوكي دي الجايد لاينز اللي المفروض يكلمكم عليها استاذ شريف. ده عيان بياخد اميودارون يعني ابتدى يطلع له ودان، دي كل دي جايد لاينز هيكلمكم عليها شريف المفروض ان ديتيلز. دي بقى الحته اللي المفروض نتكلم عليها يعني اللي هي التكنيكال او البيزكس اوف اي سي دي. واتس ذا اي سي دي يعني؟ طيب سيمبلي كده الاي سي دي ده عباره عن ايه؟ شوك باتري اللي هي يعني بنسميها شوك بوكس يعني، او باتري وليد. اوكي طيب هل سيمبلي از ان هو يعني بطاريه وليد؟ يعني ما خلاص نركب العيان موتور عربيه ونوصله بسلك واضرب، مش دي القصه. الفكره ان الاي سي دي ليه كرايتيريا ان هو ممكن يقدر يعمل الفانكشنز الاتيه. الاي سي دي ده يقدر يسنس يحس الاريدميس او يحس البيتس، ما نقولش اريدمي، يقدر يحس البيتس، يقدر يبيس وين نيدد، يقدر يعمل حاجه اسمها ديسكريميشن. يعني هو خلاص عمل حس، انا عرفت يا عم ان انت عندك تاكيكارديا او انا حاسس بيتس على ريت 130 بيتس بير مينيت. انا عندي كرايتيريا ان انا اقدر اعمل ديسكريميشن، اقدر افرق بقى دي سوبرا ولا فنتريكولار تاكيكارديا ولا دي ارتيفاكت. فعنده ديسكريميشن بروبرتي. بس معلش في بوينت قبل ديسكريميشن اسمها ديتكشن. هو يقدر يسنس الاول فحس التاكيكارديا، وانت مبرمجه ان انت لو التاكيكارديا دي في رينج ال 150 اعمل لها ديتكشن على انها فنتريكولار تاكيكارديا. فقال لك خلاص انا عملت سنسنج وبعدين عملت ديتكشن، بس هل اقدر بعد كده افرق؟ فتعمل ديسكريميشن، تقدر تعرف هي سوبرا ولا فنتريكولار تاكيكارديا ولا ارتيفاكت. طيب عملت كل ده ورسلت الدايجنوزس في الاخر، تقدر تعمل ثيرابي بعد كده. الثيرابي دي هنتكلم بعد كده هتنقسم يا اما اي تي بي يا اما شوكس. اوكي فدي ان هو يقدر يفرق السوبرا من الفنتريكولار تاكيكارديا، ودي الكومبوننتس بتاعت الديفايس. طيب البطاريه نفسها هل تفرق على البطاريه العاديه ولا لا؟ اكيد بطاريه تقدر تدي فيها كاباسيتور، حاجه اسمها كاباسيتور او كوندنسر. يعني الكاباسيتور ده اللي يقدر ياخد الفولتس العاديه بتاعت البطاريه يعمل لها كوندنسيشن ويروح مدي شوكس بعد كده. طيب دي نقطه مهمه عشان لما تيجي تعمل بروجرامنج للاي سي دي بتبص على حاجه اسمها ايه؟ اللي بيعملوا بروجرامنج للاي سي دي بنبص على ايه؟
يعني غير عمر البطاريه طبعا بنبص عليه كلنا والفولتج والايفنتس. لا دي حاجات في البروجرامنج العاديه، لكن في تايم معين اسمه تشارج تايم. ده تشارج تايم لازم تشوف الكاباستور ده هيشحن في وقت قد ايه. طب هو الديفايس بيعرف منين؟ الديفايس ما بيعرفش لما يدي شوكس، بس هو بيعمل تيست لنفسه كل شويه بيشوف الكاباستور تايم اللي هو التشارج تايم ده قد ايه قبل ما يدي الشوكس. طب افرض انت لقيت البطاريه الحمد لله لسه فاضل فيها 5 سنين بس التشارج تايم بتاعها 4 ثواني. 4 ثواني is too long، هيفضل يشحن 4 ثواني لحد ما يبتدي يعني بعد ما يعمل ديتكشن ومش عارف ايه يشحن 4 ثواني كمان ويدي. This is too long. فلازم يعني انتوا فاكرين كان حصل ريكول على بطاريات كده اسمها إليبس بتاعت سان جود، حصل ريكول على البطاريات دي عشان التشارج تايم بتاعها ابتدى يزيد ماركتلي بعد ما اتركبت. فالتشارج تايم ده في معناه ان في مشكله في الكاباستور بتاعها اللي هو اللي بيعمل في التشارجنج، فتغيرت البطاريات دي. اوكي، فدي حاجه من الحاجات المهمه اللي تبص عليها في البروجرامنج اسمها التشارج تايم بتاعها قد ايه. اوكي طيب، هل الليد بتاع الاي سي دي ده زي الليدز العاديه ولا في اختلاف؟ اكيد في اختلاف. ايه بقى الاختلاف؟ هل ليد البطاريه العاديه دي يستحمل الانرجي العاليه اللي انا هديها فيه؟ لازم ازود فيه كويلز عشان تستحمل الامبيدنس، تستحمل يعني يزود الامبيدنس فتحمل الشوكس اللي هتضرب فيه دي. الكويلز دي يعني اكوردنج تو ذا كويلز احنا ممكن نقسم الليدز لحاجه اسمها سنجل كويل وديول كويل. ايه الفرق؟ سنجل كويل ده سلك عادي خالص من البطاريه لحد الرايت فنتريكل، بس الكويل بتاعه از ويذين ذا رايت فنتريكل. اوكي، التاني لا، التاني فيه كويل تاني موجود في السوبيور فينا كافا. طب ايه الفرق؟ طب انا استفدت ايه؟ اعمل ايه الفيكتورز؟ طيب هل بتفرق؟ طيب خلينا نتكلم بس ايه الدروباكس بتاعت السنجل كويل وايه الدروباكس بتاعت الديول كويل. الديول كويل ليه دروباكس مينلي في الاكستراكشن. اما بنيجي نعمل اكستراكشن السكند كويل ده بيبقى فيري ادهرنت للسوبير فينا كافا. اوكي، فبتعرفش تطلعه لانه بيبقى ماسك في السوبير فينا كافا، الاكستراكشن بتاعه از هيل. ماشي الكلام؟ طيب السنجل كويل ميزته طبعا ان هو الاكستراكشن بتاعه اسهل، وميزته ان انت مش محتاج فيري وايد سبيس في الرايت فنتريكل عشان تحطه. انت عشان تحطي التو كويلز، الكويل الثاني يبقى في السوبيريور كافا، لازم يبقى انف سبيس جوه الرايت فنتريكل. يعني انت ممكن تحطيه في السبتم او في الار في او تي عشان تدي سبيس، فكل ليدز تبقى موجوده في السوبيريور. انت فاهمين قصدي؟ مستوعبين ولا صعب؟ لازم افضل ماسك البتاع دي يا حاج انت ولا ايه؟ بصوا شباب، دي البطارية. اوكي، وده الليد بتاعنا، واخر الليد ده فيه السنجل كويل. خلاص متفقين؟ ده المفروض يبقى جوه الرايت فنتريكل كله تحت الترايكوسبيد فالف، فانت هتدخله جوه الرايت فنتريكل. اوكي، تحت التريكوسبيد فالف. اوكي طيب، لو هنحط كويل ثاني هو يبقى في هذه المنطقه. ماشي، المفروض المنطقه دي تبقى في السوبير فينا كافا. طب افرض انت الرايت فنتريكل صغير، انت هيبقى بتاع يعني السنجل كويل ده يا دوب جوه الرايت فنتريكل والثاني طالع هنا لحد الساب كليبنج، فلازم ده تلاقي انف سبيس جوه الرايت فنتريكل عشان ده ينزل تحت السوبير فينا كافا. انف سبيس ده ممكن يخليك تحط الليد بتاعك في السبتم او في الار بي او تي عشان تلاقي انف سبيس، يبقى كل الكويلز في مكانها. ده مش كومن قوي مع السنجل كويل لان انت عندك السبيس ده مش مهم قوي، انت يا دوب بتدخل الحته دي. متفقين؟ طيب، طب ايه ميزات؟ اكيد الديول كويل ده ليه ميزه، ما كانوش اخترعوه يعني. الديول كويل دي ميزه مهمه جدا وليه انديكيشنز مهمه لازم تفكروا فيها كويس. اول حاجه انا اركب ديول كويل امتى؟ اركب ديول كويل لو الهارت از فيري دايليتد. يعني عندي الاند دايستوليك مثلا بتاعي فوق ال 75، هارت از فيري دايليتد. فهيديك تو فيكتورز ممكن يشوكس عليه، يدي شوكس عليه، يديك من اول البطاريه لحد من اول كويل او من البطاريه للاس بي سي كويل او بتوين ذا تو كويلز، فيخلي الدي اف تي. عارفين الدي اف تي؟ دي فيبريشن بريشر. عارفينه؟ ايه؟ انا ممكن اقول لو مش عارفينه. مش عارف.
الديفيبريليشن ثريشولد ده هو المينيمال الجولز اللي ممكن تعمل ترمينيشن للاريتميا. كنا زمان لما بنركب الاي سي دي ده عشان نطمن على العيان نعمل له حاجه اسمها دي اف تي تيست، ديفيبريليشن ثريشولد تيست، نعمل له اندكشن للفنتريكولار فيبريليشن ونخلي الجهاز يشتغل على الجولز اللي احنا مظبطينها ونتاكد ان هو بيعمل ترمينيشن للتاكيكارديا. وجود كذا فيكتور بيقلل الدي اف تي ده شويه او بيقلل بروبابيلتي ان هو يبقى تي افكتيف. ماشي الكلام؟ فده مناسب قوي لو هارت از فيري دايليتد او العيان از فيري اوبيز او لو انت هتركب في ابنورمال بوزيشن. احنا كومنلي بنركب الاي سي دي ليفت، لكن افرض العيان عنده انفكشن ليفت او عنده مشكله في الليفت سيستم فبتضطر تركبه رايت، ساعتها يفضل تركب دي اوبيز. لازم تركب دي اوبيز. اوكي؟ طيب اذروايز ركب سنجل بوينت. متفقين؟ يضرب ويطمن ان هو عنده ترميشن، ساعتها الدي اف تي ده عاده بنختاره 10 جولز اقل من الهايست انرجي، يعني لو الديفايس ده بيدي 35 جول كنا بنعمله على 25 عشان يبقى عندنا سيفتي مارجن بتاعنا 10 جول. اوكي؟ طب افرض احنا كنا عملنا كده وما عملناش ترميشن للتاكي كارديا هنموت ايه؟ ما احنا ممكن ندي اكسترا شوكس. لا كنا بنغير مكان الايد ونجرب. فاهم ازاي؟ بنغير مكان الايد ونجرب. على فكره احد الاسباب ان احنا ما بقناش بنعمله ان هو موجود زمان حاجه اسمها دي اف 1. دي اف 1 ده دي اف 1 كونكتور كان بالشكل ده، كان السلك طالع منه اللي هو الشوك دي نفسه طالع منه واحد كونكتور للبيس اند سنس عشان يعمل له البيسنج وسنسنج، واحد كونكتور تاني للشوكس او لكل كويل يعني. يعني لو ركب دول كويل هتلاقي واحد للبيس سنس، واحد للاس بي سي كويل، واحد للرايت فنتريكولار كويل، فتلاقي ان السلك طالع منه ثلاثه في الاخر يخشوا جوه البطاريه. مستوعبين ولا ايه؟ يعني في ثلاثه بورت هيخشوا ثلاثه بورت هيخشوا جوه البطاريه، ده اللي هو حاجه اسمها دي اف 1. لكن اللي موجود او معظم موجود دلوقتي طبعا لسه موجود دي اف 1. اسمه حاجه اسمها دي اف 4، دي اف 4 كله موجود في 1 كونكتور بس. اوكي؟ زي المنظر الثاني ده. متفقين؟ دي الشوك فيكتورز اللي بنتكلم عليها. انا يعني هاو تو يو كان جيت شوك فيكتورز مختلفه لو انت عندك ديول كويلز او عندك سنجل كويل. زمان كان الكان دي سبيسيف كان مش بيدي يعني شوكس بطريقه ان هي الاثنين كويلز بس، بس دلوقتي بقت حاجه اسمها اكتف كان هي نفسها ممكن تدي بينها وبين الكويلز الموجود. اوكي؟ طيب ده اللي اتكلمنا عليه اللي هو ليد سيلكشن. امتى اختار سنجل كويل؟ سنجل كويل ميزته ان هو ليس ادرنس ايشو ان جروث اند. طب سؤال برضه يعني بينكم يعني هتشتغل الكويلز دي موجوده على ليدز من بره؟ ولا هو شيء سبيشال؟ لا شيء سيء. يعني السعوديين بنغلف بغلاف وحوالين كونكتورز دي وحوالين كويلز دي من بره. طب هل كويلز دي بتفرق من شركه للتانيه؟ يعني هل لما تيجي تركب تفضل تركب شوك ليد معين عن شوك ليد تاني؟ هي بتبقى معموله يعني هو اوكي هو المفروض ان هم كله نفس الماتيريال بس في شركه معينه بتحط اديشنال ماتيريال اسمها جورتكس عليه. الجورتكس دي ماده زي اللي بيعملوا منها الجرافتس الاوتي جرافتس والحاجات دي كلها. ميزتها ايه؟ فكرتها انها بتخلي تعمل كفر بالكويلز بحيث ما يحصلش جواها تيشو دي جرافت. فالاكستراكشن بتاعها يبقى اسهل. اوكي؟ البوستر اللي بتعمل كده. لكن باقي الليدز ده سيم. طيب فاحنا قلنا اول حاجه لو هو سيجل كويل فهو ليس ادرنس فبالتالي ليس تيشو ان جروث فالاكستراكشن يبقى اسهل. اوكي؟ الديول كويل بيتر عشان الفيكتورز عندنا اكتر فممكن يعمل لورنج من دي اف تي اللي هو الديفيبريشن. اوكي؟ طيب عشان كده بستخدمه في رايت سايد امبلانت الفيري دايليتد ارت اكتر من 75 عيان هايبرتروفيك مايوباثي عشان بيحتاج شوك انرجي اكتر شويه عشان المصل الضغط بتاعه اكتر شويه. الفانكشنز اقل من 20 ليه بقى؟ سنس فايبروس. اوكي؟ في حاجه مهمه في البروجرامنج اقول لكم عليها مش عارف مكتوبه ولا لا هنا، ان احنا لما بنيجي عندنا
نبرمج العينين دول بنعمل حاجه اسمها alternating shock vectors. يعني عيان مثلا سي البرمجه بتاعته جايبه 5 شوكس، نخلي اول واحده بالظبط alternating، واحده من كان الار بي كويل، وبعدين الثانيه لا من كان الاس بي سي كويل، الثالثه between the two coils. ده عشان نديله لان probability ان يحصل ريزيستنس. اوكي؟ انتوا فاهمين؟ ده يعني كام سلايد الجايين دول، يعني ده في تركيب الاي سي دي نفسه امتى، لان احنا بصوا كيس ميكر او اي سي دي البيز لاين بتاعنا هو الليد مش البطاريه خالص. يعني بصوا احنا بناخد وقت في تركيب الجهاز مينلي عشان الليدز مش عشان البطاريه. فانت لازم من الاول بنكتشر سايت يبقى عندك اورينتيشن اللي بيحصل. بنكتشر سايت لازم تبقى عامل فانكشن بحيث انت الاكستراكشن تحطه في دماغك، لما اجي اعمل اكستراكشن هعرف اعمل اكستراكشن على فانت اي فانكشن سايت وانت بتعمل انتروكشن للشيز بتاعك والواير حاسس بريزيستنس تشينج ذا فانكشن سايت. يعني اي ريزيستنس معناها ان انت ايدر حاكك في الكلافيكال من تحت يا اما داخل في الليجمنت بين الكلافيكال والفيرست. طب ايه المشكله؟ نخش في الكلافيكال، يعني نخش في الليجمنت ده يحصل ايه يعني؟ الحقيقه انا هيحصل حاجات كتير. اول حاجه على الشورت تيرم ممكن يحصل انجري للنين نفسه، لان الليجمنت ده عامل زي السكينه، هو بيقطع في الانسوليشن تقليل لحد ما يعمل له فراكشر وبريكس. النقطه الثانيه بليم اكستراكشن، انت داخل فايبرس تيشو من اول ما يحصل اي فايبروزس، فالاكستراكشن فظيع في الحاجات دي، فلازم ديورنج امبلانتيشن البنكشر سايت تحاول تبقى از فري از بوسيبل. طيب most of us بنشتغل بالسبلينيوم مين ابروتش. احنا بنخش سبلينيوم عند الجنكشن من الميدل والميدل والثيرد والثيرد تحت الكلاكل، بس ده بيكاري ريسك في موتورس طبعا. اوكي بره بنعمل حاجه اسمها كفاله فلات داون، نخش على الكفاله الجايين على طول بنتو فيكتور جروب ونعمل نسلك الكفاله الجايين. ما بيتعملش هنا، ولا بره بنعمل كده. ليه ما بيتعملش هنا؟ تفتكر ايه السبب؟ اعتقد بيخش كويس بالسبلينيوم. ايه؟ داخل كويس بالسبلينيوم. احنا بنخش بالسبلينيوم بس ستيل كاريز ريسك فيه مورس. لو حد عندنا في مصر يعمل ايه؟ احنا عندنا كل حاجه ممكن نعمل بيها البتاع ده ما عدا سيلف ريتيننج ريتراكتنج في كل حته. سيلف ريتيننج ان انت بتفتح البوكيت بسيلف موجوده في العمليات، بس احنا مش عندنا يعني مش عندنا في تربيزه الاسطره، بس موجود في العمليات. يعني لو عايز تعمله هتعمله. يعني هو تايم كونسيوم شويه عن البنكشر ده. لا كفالك ده كات داون، لازم تفتح الاول بوكيت وتجيبه وتعلقه وتركب منه. وكان كاريز اب تو 2 ليدز مش واحد بس، ممكن دخل منه 2 ليدز بسنجل كات داون. في الاكسلري فين ابروش او اللي هو بنسميه اكسترا كلاسيك ابروش، برضه ده مش بيستخدموه كتير في مصر. ده اكيو بنكشر في الاكسلري. الاكسلري دي بتعرفوا ازاي؟ بتيجي عند الاوتر بورد اللي في ستريب على الفلو وتعمل بيرفنديكولار بنكشر. ده مفيش بقى لازم نشوف فلو. غالبا ده اكسترا كلاسيك. غالبا ممكن يحصل تصرف. ممكن طبعا، بس يعني احنا مش ده روتين، احنا بندي بنكشر ونشوف. انا عندي سؤال، ده مفهوش زياده اللي كانت عامله في الفيديو ده؟ في زياده ليد انجري اكتر شويه. يعني انت عندك تو كيرفز، تو كيرفز في الانتروداكشن، بس يعني مش ماركت انكريس في الريسك اوف انجري ده. اوكي؟ طيب بعد ما دخلت عملت البنكشر بتاعك، انت بتفكر البوكيت بتاعك يعني الاي سي دي بوكيت، يا اما تعمل جنرالس بوكيت والعيان يبقى عنده انف سبكتينيوس فات، يا اما تحطه ريترو فيكتور. ريترو فيكتور بتفتح المصل، تعمل سبليتنج للمصل فايبرز بايدك او لونج سكشن، وتحطه على الريب كيج على طول تحت البكتروليس ميج. بتقفل المصل بحرير بس مش تايت سوتشر، جاست ابروكسيميشن المصل فايبرز. انتربت العيان. اوكي؟ طيب احنا قلنا الشويس اوف دريم اتكلمنا عليها، دي ديزاين وقلنا ايوه رفيق. احنا اتكلمنا على دي ديزاين، قلنا ان احنا معظم الشركات 90 طبعا في. طيب عشان برضه نقفل في الحته بقى فيها الثينست ليد هم بتوع سنتريك اللي هم ابل دلوقتي، هم دول الثينست دول ارفع ليدز، يعني هم اللي بداوا شوك ليدز تبقى 7 فرنش مع بتوع ابل خلاص، اللي هو اسمه كان اسمه ديورات ليدز خلاص. دلوقتي عندهم حاجه اسمها اوبتيشن، بس هو ديورات هو الورك هورس بتاعهم.
ميدترونيك اللي هو السبرنت كواترو هو 8 فرنش وفي بتاع بوسطن اسمه ريلاينس 8 فرنش برضه. I do prefer بتاع بوسطن حقيقة يعني بس هو أغلى بكتير من بريمو بكتير يعني لغاية إن هو بوسطن نفسهم دلوقتي ممكن يدوب ليدز من شركات تانية عشان يقللوا 8 ديفايس. الريكولز حصل ريكولز قبل كده على معظم الليدز يعني الدوراتا كان في جينيريشن اوف جاس ورياتا بتاع سان جود حصل عليه ريكول لانه بيعمل حاجه اسمها انسايد اوتسايد انسوليشن بريك. كان الليد الانسوليشن بتاعه ده بيبوظ ويطلع السلوك اللي جوه تطلع بره. فغير انها بتعمل ارتيفاكتس في الاي سي دي ممكن يعمل شوكس ممكن يعمل انجري انفيزبل وول. اوكي الرياتا قصدي سوري الميترونيك كان عندهم ليد اسمه سبرنت فيداليس قبل الكواترو ده حصل عليه ريكول مهول وخسر الشركه يعني ملايين لانه حصل منه inappropriate shocks في الهبل وكان بيطلبوا العميل المركبي يجي يعمل له اكستراكشن ويشيله خلاص. اسمه رياتا اسمه لا رياتا ده بتاع سان جود سبرنت فيداليس ده بتاع الميترونيك سبرنت فيداليس اوكي. طيب السوتشر سايد فور فيكسيشن احنا دايما لما بنيجي نركب الليدز لازم ناخد سوتشرز على السليمز. مهم قوي السوتشرز دي تبقى واخده جود ماسل تيشو يعني لما تيجي تاخد الغرزه بتاعتك ما تاخدهاش في السبكتينيوس تيشو لانها هتفك او يعني مش تبقى مش ماسكه الليد لازم تمسك السليف في الماسل اللي تحتيه وتربط وتعمل حاجه اسمها يعني تراكشن تيست كده تحاول تشيل تتاكد ان هو ما بيتحركش من مكانه. اوكي وانت بتحط الليد دايما الراجل كان بيقول لي لما اشتغل معاه حاول تعمل سبيس فور ذا ليدز مش بس البوكت مش بس الديفايس مش بس البطاريه يعني انت تعمل البوكت بتاعك اعمل اكسترا بوكت فور ذا ليدز عشان ما تبقاش الليدز بتاعتك بندد ولفه ومربوطه حوالين بعض هتبوظ يعني ولا حتى تحت البيت تحت الجهاز تحت الجهاز مش مانع بس تبقى سموث كيرفز يعني تبقى دوائر كده وتحت الجهاز كلها سموث كيرفز. بص على اي فلور العين مركب لا خالص بص اول ما ركب انت فاكر انت عامل دوائر متساويه لا بتطلع دوائر متساويه احنا بعدين تحت الجهاز وحاجه طبعا نوت من الناحيه دي بيبرموا على بعض طبعا انت لازم بص لك عليها ايه فهو اللي انا بعمله ايه ان انا بعد ما اركب او ادخل البطاريه بلف كويس من السلك بالذات لو بركب سي ار تي كوينز انسيت جوه البوكت بحيث ان هيبقى طالع لي بس الكونكتورز بره اوصلهم واحط في البطاريه. فاهم قصدي؟ انت البوكت هنا بس. البوكت هنا. البطاريه؟ عادي خالص وبركب انا ركبت الليدز اروح واخد الليدز لففها كوينز جوه البوكت قبل ما احط البطاريه ويطلع لي بس الثلاثه بينز كده بس اروح موصلهم في البطاريه واحط في البطاريه فوق كده انا ضامن انها لفه كوينز فبدات البطاريه. إذا لو انت بتركب بقى يعني سنجل تشامبر بيس ميكر او اي سي دي والعيان طويل فما فاضلش الا حته بس اللي ظهر مش هتفرق يعني بس قصدي دايما خد بالك اذا حط بطاريه من البنز ما تبقاش اكيد بنز كمان عشان ما يبصوا ماشي الكلام؟ طيب الفولو اب والبروجرامنج اللي انا بنتكلم عليه بقى الديتيلز طيب ده الفرق بين الليدز الموجوده اوكي؟ يعني ليه ليدز احسن من ليدز؟ احنا عندنا ده الريات اللي حصل عليه الكول شايف المسافه بين ده الانسوليشن اللي بره المسافه بين هنا الكومبوننتس والانسوليشن دي ده موجوده في الريلاينز قد كده وفي السبرنت كواترو قد كده ده ما حصلش منه حاجه بس هو اضخم واحد فيهم 8.4 فرنش ده اللي بيخش على 7 فرنش فده اصغر واحد اللي هو رياتا وبعدين دورات عالي بس ده كان حصل منه انسايد او سايد بريك اوكي؟ الريلاينس يعني لحد دلوقتي ما حصلش منه حاجه بس هو دايما اقل من الباقيين بكتير. اوكي؟ دي يعني دي حاجه بتقول لك يعني ان مهما كان جمال الليد اللي انت بتركبه في 10 year failure rate ممكن توصل اب عند بعض الناس 80% خلاص؟ فيعني ده عباره عن الجمال دلوقتي في 12 سنين. والله بص هو مش ده الريل لايف اكسبيرينس يعني كده او اللي بيحصل دلوقتي اقل من كده اقل من كده كتير بس في انسنتس قصدي ما تستغربش لو جالك عيان بعد فتره بليد بروبلم بالذات في الاي سي ديز بليد بروبلم مش لازم يبقى ليه فيلير تمام بس ممكن يبقى عنده نويز او عنده انسوليشن بريك او في ناس كده ساعتها لما تيجي تغير البطاريه ممكن تحط واحد تاني اوكي
هنتكلم سريعا على ال يعني how the ICD works. أول حاجة sensing. طيب sensing زي pacemaker عادي خالص هو بيحس ال rhythm الموجود تحت. طيب sensing بتاع ال ICD ده يا إما حاجة اسمها true bipolar يعني هو بين ال تعرف من السلك في آخره في اثنين بولز واحد للتك واحد اللي هو بنسميه رينج ماشي فده اسمه true bipolar لكن في بعض الحاجات في حاجة اسمها integrated bipolar هو بين ال تك وبين ال RV coil طب ده ميزته ايه؟ ميزته ان هو أكبر هيحس R wave أحسن طب ايه يعني ميزة ان يحس R wave أحسن؟ السنسنج بتاع الـ ICD مختلف شوية عن بتاع الـ pacemaker أنا لازم يبقى عندي a very good R wave during implantation عشان لما يجي العيان ده بالتريك للفبريليشن بـ R wave very smooth يقدر برضه يحسها يعني لازم البوزيشن بتاعك جوه رايت فنتركل يبقى شايف كل حاجة والسنسنج ده أكنك شايف اللي حواليك فأنت افرض أنت ركبت الـ ICD وقال لك لا يا عم انا الار بتاعتي 3 ملي فولت انت اخرك كده شايف 3 ملي فولت دي احسن حاجه عندك لما تيجي دي اف على بوينت 3 ملي فولت انت اكيد مش هتشوف انا قصدي لكن لما تقول لك انا واقف في مكان شايف الار بتاعتي 12 ملي فولت خلاص 12 ده يبقى انا في بوزيشن شايف معظم الفنس كويس وتقدر تحس الار بتاعتك كويس لما تيجي حاجات بالسنس اقل او تقول بوينت ملي فولت ده سهل خالص اوكي فالسنسنج is very important في الاي سي دي اهم من البيسنج بكتير بالذات لو العيان مش محتاج بيسنج لازم اوصل للاي سي دي مش محتاج فلتر اصلا ها؟ معظمهم مش محتاج بالظبط فانت تختار يا اما باي بولر يا اما انتجريتد باي بولر اوكي؟ طيب هل السنسنج بتاع الاي سي دي مختلف عن بتاع البيس ميكر؟ البيس ميكر بيسنس يعني انتر اكتيفيتي لكن ده بيسنس بلاوي بيسنس بير بيسنس صح كلامك مظبوط بس هو قصه ده فكره ده انا ظبطت يعني الاي سي دي بتاعي على سنسنج اللي هو بتاع الدي اف اللي هو بوينت 3 ملي فولت هيحس اي حاجه هيحس ماي بوتنشلز صح وهيحس شويه ارتفاكتس لو انت شغال في اي حاجه مايكرو ويف ولا اي بتاع ويت عليها شخص فالاي سي دي فيه سنسيتيفيتي مختلف شويه عن السنسيتيفيتي عندي حاجه اسمها دايناميك سنسيتيفيتي يعني ايه دايناميك سنسيتيفيتي؟ يعني كالاتي هو يحس الار ويف ماشي الكلام على سنسنج العالي خالص زي البيس ميكر انا حسيت الار ويف يا عم فابتدي بعد كده خلاص انا عرفت ان في هنا ار ويف حصلت فابتدي اقلل السنسيتيفيتي واحده واحده بين ذا تو سايكلز عشان احس اي حاجه في النص ممكن تحصل لحد ما احس ار ويف ثاني او عالي السنسيتيفيتي ثاني فابتدي انزل ثاني بعد الار ويف متفقين؟ لان هو السنسيتيفيتي بتاعته مش فيكسد سنسيتيفيتي اتس ا دايناميك سنسيتيفيتي تقدر تحس اي حاجه بتوين ذا بيتس ماشي؟ طيب دي الالجوريزم ده كويس عشان هيقول لكم حاجه اسمها بعد كده في الترابل شوتنج ده عايزه فتره لوحده بس اقول لكم عليها دلوقتي عشان ايه مش دي بس انا دلوقتي حاسس هنا انا حسيت الار ويز بتاعتي اوكي؟ فابتدي تدريجيا اعمل حاجه اسمها الثريشولد بتاعي ابتدي اقلل شويه شويه السنسيتيفيتي عشان لحد ما احس الار ويف اللي بعديها وابتدي يعلى مره ثانيه ويقل وهكذا. طيب افرض المعيان ده كان عنده تي ويف دي عاليه شويه، ده عليه هوكر. تحسها؟ هيحس التي ويف صح؟ ويدي عليه. ويدي عليه، يعني هيسمع دبل كاونتنج ويروح مدي على الـ على تي ويف اوفر سنسز. فاحنا بايدينا ان احنا نغير الفريشول ده. يعني اغير الكيرف بتاعه بالظبط كده. عليه او عامل او غير الانكليميشن بتاعه بحيث ان هو ما يشوفش التي ويفز. حاجه اسمها ديكي ديلي ان انا بغير ده يعني انا من فتره الترابل شوتنج لازم اقول لكم عليها لان ده بيزكس في الاي سي دي بس الترابل شوتنج لازم اقول لكم الديكي ديلي ده ممكن نظبطه ازاي اوكي ما هو هذا الحاجه الجايه انت في الاربعات الجايه في اربع مرات ما اعرف انا بيقول لي هذا النهارده ما هو هذا الحاجه الجايه هي المفروض اربع لا دي بتاعت الاربع الجايه بعد ما الديفايس عمل سنسنج هيبتدي يعمل ديتكشن الديتكشن ده احنا بنظبطه يعني ايه؟ يعني اقول له انت لو الهارت ريت ده 120 بيتس بير مينت انت في زون 1 او في تي في تي 1 مثلا 150 في تي 2 200 في اف طيب انا بظبط على اساس ايه؟ بظبطه على العين نفسه يعني ايه؟ يعني افرض العين ده جالي فيتريكلر تاكيكارديا على ريت مثلا 180 بيتس بير مينت لازم اظبط الديتكشن بتاعي او الثيرابي بتاعتي اقل منها. 10 مللي سكند از مور ذان انف. اوكي؟
تبتدي مثلا من 160 دي اكسبيرمنت او من 160 تبتدي تعامل لان ممكن تجيله على ريت اقل شويه. طيب افرض ده برايمري بريفنشن اعمل ايه؟ ملوش حد خالص. اعمل ايه في التظبيط ده؟ بص طبعا اللي هقول لكم عليه ده كله يعني فيري فاليبل وكله يعني يعتمد على الانديفيدوال اكسبيرينس يعني في الشغل. يعني ممكن حد تلاقيه يظبط تظبيطك اللي انا بعملها دي. انا في العادي لو هو شاب صغير ببتدي من 200 بيتش في المية. 51؟ اه. وساعات بعمله سنجل زون دي اف. بس وخلاص. اوكي سنجل زون دي ده بيزد على الترايلز الاخرانيه لكن هو الروتين ان حتى العيال اللي جالهم بي اف ممكن بعد كده يجيلهم فنتريكولار تاكيكارديا ريسبوند من اي تي بي. هقول لكم بس التاني. طيب افرض انت عيان جالك هو جاله ذاكرتي بريفنشن اهو بس جاله بي اف بس هل هتظبطه على سنجل زون بي اف ولا تعمله بي تي كمان؟ تعمله بي تي كمان عشان اللي عنده فرصه قد اي تي بي يمكن تعمل ترمينيشن للتاكيكارديا. اوكي بس افرض عيان ما جالوش حاجه خالص عيان مثلا عنده 25 سنه عنده مثلا دايركت بروبابي فانكشن 30% وانت خرجت تكتب له اي سي دي فور برايمري انترفنشن تعمل ايه؟ تعمل له مثلا سنجل تعمل له 81 او مثلا 180 طب هو العيان ده اللي هو عنده 25 سنه ده لو عمل ماكسيمم اكسرسايز مش ممكن يوصل 100 دي سبيرمنت؟ طبعا ممكن وياخد شوكس. لا ياخد اي تي بي بس ما ياخد اي تي بي بس ممكن ياخد شوكس ليه؟ رزق بس وخلاص بس هو مفيش ثيرابي اي تي بي الون اي تي بي ات فيرست اه تايمز 3 مثلا ماشي تايمز 3 يعني دي اي تي بي مره مرتين ثلاثه بس انت العيان كام اكسرسايز عمل ايه؟ في طبعا بس انت خد بالك يعني عيان قد يكون عنده كاريس كومبلكس يعني وارد ياخد شوكس انا قصدي بدل انت عيان ممكن يوصل بدل ما مركب اي ستيم رياضه بينا برافو عليك 25 سنه ربنا يخلص ايه بتقول ايه؟ ممكن تخليه سنجل زون سنجل دي اف زون ممكن عالية أو عالية اه يعني لو سنجل دي اف فوق 200 200 ولا حاجة بس خلاص كده اه وأقل من 200 مش حاجة خالص مالوش دعوة ممكن تخليه ديتكشن بس ممكن لكن بس كده برضه حضرتك كتير ده برضه إذا اللي كلام حضرتك في الموضوع هيديتك من الأبد هيديتك من الثيرابي هيديلك بس هيديتك من الثيرابي في اللي هي كولين في تاك 1 و 2 جاست بس أنا عندي عيان واحد بس في التاريخ عامل له سنجل زون العيان ده مركب سي ار تي مع سام وان وهو كان نارجون بس هو كان ديتيشن فور سنجل اي سي بس ان هو ضيقت النارجون وهو شاب صغير اعتقد عنده 40 سنه مش دي مش دي المشكله المشكله ان العيال ده جاله بعديها شوكس بالهبل الواد جاله اساسا سايكولوجيكال تروما كان كل ما يعمل مجهود يروح جاي له شخص، مجهود يروح جاي له شخص، مجهود ما بقاش قادر يتحرك. كان ليتي كان كام؟ 160 خلاص؟ المهم انا جاي لي العيال ده للفرد من الشركه بتاعته اشيل له الجهاز ده واحط له سنجل اي سي دي. فقلت لهم يعني احنا ممكن نبروجرام ده ان هو يشتغل سنجل اي سي دي، يعني هو مش محتاج حاجه اكتر من كده، هو اوريدي كان ال بي نيد وال اتش ان اي بتوع ديسبوتش. كمان اساسا كانوا بيشتغلوا كانوا كده مع النرجس يعني شغلته له سنجل اي سي دي مش دي القصه بس فعلا الولد ده انا شفته ده يعني قدام عيني وانا بعمل بروجرامنج للجهاز من الرعب الهارت ريت اوس 180 ساينس مرعوب يعني بص انا بعمله بروجرامنج قال يعني مش هاخد شخص يا عم ما تخافش انا بعمل بروجرامنج للجهاز وصل 180 هارت ريت وهو قاعد على السرير اه وكله ساينس عندهم اي سي جي ساينس فده مظبطه له على دي زون على 220 بس هو الروتين انا بعمل ايه؟ بعمل اسيب زون بي تي 1 يعني بعمل بي تي واحده حسب سن العيان. كل ما يكون اكبر كل ما هتقلل الرقم. بالظبط كده. كل ما يكون اصغر تعلي 200 لو كده. 200 يعني عددنا 180 عاده في العادي يعني. لان هو انت المفروض الماكسيم ممكن توصل له ايه؟ 220 ماينس الانش صح؟ اه فالنورمال يعني الناس العاديه الناس العاديه
لكن عادة العامة فيديا هو يصبح يعني ده برضو يعني سو ماتش شغل على بعض ما هو مش هيك يعني ماكسيم بريدكتيف انا 85% بالظبط كده ف يبقى ده يعني بي تي 1 وبعدين بعمل بي اف بعد كده بي تي 1 بعد بي اف ماشي زي ما كانوا بيعملوا تو زونز ومش عارف ايه بس يعني دلوقتي بقى يعني بقى عندنا حاجه في البروجرام اسمها اي تي بي وايل تشارجنج عاملين كام عتاد لو ربع هي احسن خلاص فاحنا عملنا ديتكشن اكوردنج للزونز اللي احنا ظبطناها والجهاز هيتعامل اكوردنج خلاص الديتكشن ده مختلف عن ديت سيكونشال يعني ثلاث ورا بعض فتقول انا حسيت مثلا من 20 بيتس دول حسيت 18 في البي تي زون فابتدي اشتغل ماشي ده اسمه سيكونشال بس ده بحاجه في البرمجه اساسا ما انت قلت لك طبعا يعني في ناس بتبرمج كده اصلا يعني البرمجه اللي انت لو حسيت 18 بيت مثلا من 30 بيت او 40 بيت انت في البروجرام بتاعك انت بتحدد يا اما ديوريشن يا اما ديوريشن يعني تقول مثلا في 10 ثواني او 20 ثانيه انا شفت كتير وحسب الجهاز يعني الالكترونيك مثلا كذا يعني مثلا بي دي 10 ثواني و 30 ثانيه ده بوست الالكترونيك الالكترونيك حاجه اوفر حاجه يعني مثلا نقول لك حاجه بس كونشن ديتكشن السيكونشال ديتكشن بص الجهاز الاول دخل في التاكيكارديا ديتكشن انترفل خلاص الجهاز ابتدى يحس معاك ابتدى يجيله هارت ريت اسرع ده الجهاز عامل كده ماشي ماشي العيان في الهارت ريت عادي كده بعد كده ابتدى يخش في الديتكشن زون ابتدى يعد يعني واحد طلع من الديتكشن بس رجع يعد تاني دي ديتكشن انترفل بتاعتنا ده اللي فيه شويه جواها وشويه بره فانت مظبطه انه مثلا يا اما هتعمل نمبر ابسولوت نمبر يعني تقول لو انت حسيت مثلا 12 بيتس في الديتكشن انترفال ايه الديتكشن كلام فهو عمل كده راح عدد واحد اثنين في الديتكشن وبعدين لما طلع بره الديتكشن زون عمل ريسيتنج تاني ابتدى يعد 1 2 3 4 لحد ما وصل 8 بيتس قال لك لا يا عم ده هي بيبص على ويندو اوف 10 بيتس مثلا اوكي الثاني كان بيعمل ايه مش بس لما اقعدش كتير من بعض سيكوينشال ورا بعض يعني ده مش ديتكشن سلايدنج اللي اتكلمنا عليه اللي هو حاجه اوت اوف حاجه ايه اللي سلايدنج عليه ده السلايدنج خلاص يعني مثلا تقول لي سبعه اوت اوف ثري انتربلز في الزون انت عليها مش عاجبني مش عاجبني انت عليها ماشي الكلام وانت اللي بتحدد الارقام دي انتوا فين؟ انتوا ايه رايكم احسن سيمين ولا هو تشامبيون؟ عشان هذا غير عشان ديسكريميشن مفيش ترايلز بتقول ان السنجل تشامبر اوحش من الديول تشامبر في الديسكريميشن خلاص الديول تشامبر دي وان بنفيت مهمه جدا في العيين محتاجين بيسنج اتريال بيسنج مش بنتريكتور يعني مثلا انت مركبه العيان عنده لونج كيو تي سندروم وانت هتدي له بيتا بلوكرز بالعبيط فانت دلوقتي الهارت ريت بتاعه هيبقى 40 فانت محتاج تعمل له اتريال بيسنج ماشي الكلام فتركبه ساعه ديول تشامبر اي سي دي زي ديول تشامبر ايوه عندك ليد في اتريا وليد في الباتش اوكي فده ديول تشامبر اي سي دي ميستو في البراديكارديا بيسنج ميستو الثانيه اللي هي يعني احنا بنستريح لان بقى شايف عندي حاجه اسمها اتريا تشامبر هتساعدني انا في الديسكريميشن لكن مفيش ترايلز بتقول ان ده احسن من ده طيب السنجل تشامبر ديسكريميتور اللي احنا عارفينها كلنا اللي هي الاستابيليتي الاستابيليتي دي معناها ان الهارت ريت بتاعنا ستيبل يعني ريجولر ولا ريجولر عشان نفرقه عن الاي اف الاونست هل هو بدا سادن اونست يعني ده اريتميا فعلا ولا جراديوال يعني زي سانس تاكي كارديو اخر حاجه المورفولوجي مورفولوجي يعني شكل الريتم بتاعنا ده ايه انت اروح كل ايه اخد ميدش وارجع ولا استنى ده قد ايه لا هاكل ايه مورفولوجي مورفولوجي دي يعني شكل التمبلت الجهاز اللي خزنه دورنج الساينس شبه شكل الاريتميا دي ولا مختلف لو شبهها يبقى ده الساينس ترى لو مختلف يبقى احنا بنفكر في امبلس طالع من حته غير الكوندكتيف سيستم الطبيعي تقريبا من فينتكل يعني يعني زي ما يكون كانه بيشوف بي بي سي شكلها مختلف ماشي الكلام طيب السستين ديوريشن اوفر رايد ايه السستين ديوريشن دي في الديفايسز يقول لك حاجه اسمها لو التاكيكارديا دي عدت ديوريشن معين تعامل معاها لانها ديتريكتر تاكيكارديا او وات ايفر هي دي احنا بنعمله اوف ده على فكره يعني سكرين جود عمله اوف مش منطقي لان هو هيدي على ساينس تكرار كتير ومالوش لازمه مش ديسكريمينيتور يعني فده موجود في الديفايسز ماشي الكلام الديول تشامبر هيزيد على دول يعني دول موجودين هيزيد عليهم اللي هي اهم واحده فيهم اللي هي الاي بي دي اسوسيشن
يعني لو الفنتريكولار ريت اعلى من الاتريال ريت يبقى ده فنتريكولار تاكيكارديا. طب افرض الاثنين زي بعض هل ده يمنع؟ عندنا فنتريكولار تاكيكارديا وان وان كوندكشن بالذات لو شاب صغير. اوكي؟ حاجه ثانيه ان هو يقدر يعني يحدد الشامبر اوف اوريجن ايه اللي بدا التاكيكارديا؟ هل فنتريكولار ولا ايه؟ مش كل الديفايسز بس الديفايس ده بتعمل كده. حاجه ثالثه دي كويس تشامبر اوف اوريجن ايه؟ بس مش شرط برضه. لا مش شرط لان ممكن سوبر فنتريكولار تاكيكارديا تبتدي بي دي سي. منطقي؟ ماشي؟ اكتف وبريماتيور ستيميليشن دي يعني بيشوف انهي بي دي سي بدل ده بريماتيور اتريال ولا بريماتيور فنتريكولار كونتراكشن. مش مهم برضه خالص. البي ار باترن دي موجوده في الكترونيك ديفايسز. اللي هو الريليشن بين البي والار ويف وبيشوف دي جايه في اني بارت اوف ذا سايكل، هل تنفع تبقى ريتروجريد بي ويف ولا لا دي انتي جريد ولا لا دي ديسوشيتد. دي حاجه اسمها البي ار لوجيك. دي حاجه في ميترونيك ديفايسز. اوكي؟ كل ديسكريميتور من دول ليه دروباكس. يعني مثلا الاستابيليتي انت ممكن يجي لك فنتريكولار تاكيكارديا وسلايد ايريجلاريتي يقول لك مش ستيبل. وممكن يجي لك اي اف ات فيري رابيد ريت ورادر ستيبل فما يقدرش يفرق بين الاثنين. الاونست ممكن العيان ده يجي له جراديوال اونست فنتريكولار تاكيكارديا زي ما جات له دي اكسرسايز مثلا وهو عمال يجري وابتدى وهو بيجري جاله فنتريكولار تاكيكارديا يبقى ده جراديوال مش هتمشي معاه الاونست كرايتيريا. ممكن يجي له سوبرا فنتريكولار ريتمي اقصى من الاونست ما يقدرش يفرق الاثنين. المورفولوجي يا اما العيان ده ممكن يجي له ابارنت كوندكشن سوبر فنتريكولار ويز ابيرنت كوندكشن عنده اكسسيف باث واي مثلا عنده باندل برانش باك كوندكشن مع التكيئات نزل عاديه فما تقدرش تفرق الاثنين. هو المورفولوجي غير عن تمبلت بس ما تقدرش تعرف هو ايه منهم اللي صح. فكل واحد منهم ليه دروباك فدايما بنعمل كومبايند ديسكريميتورز. يعني اقول للعيان الجهاز مثلا لو انت لقيت 2 اوف 3 من دول ماشيين تعمل على انها فنتريكولار تاكيكارديا. ماشي الكلام؟ المورفولوجي كرايتيريا بتاعت الاي سي ديز مش كلهم زي بعض. يعني في اجهزه اعلى من اجهزه او ليها يعني او ليها طرق مختلفه من الديتكشن. يعني مثلا مترولوجي شغاله بحاجه اسمها الويفلتس. الويفلتس دي هي مقسمه الار ويف لديفرنت بورتس وتقول لك احنا بناخد التمبلت ده ونحطه على ده ونشوف الاثنين زي بعض. هي دي ولا مش دي؟ بالظبط كده دي اسمها الويفلتس. وبيقول لك هم بيريكومند انت تستخدم الويفلتس لوحدها من غير حاجه ثانيه اللي هتقول لك يعني الدنيا فيها ايه. بوسطن عندهم حاجه اسمها ريثم اي كيو ريثم اي دي. ريثم اي دي ده نفس الفكره بس بدل ما مقسمها ويفلتس مقسمها فيكتورز في السبيس. يعني ايه؟ يعني فيكتورز في التايم اند سبيس. يعني يشوف مثلا الار ويف بتاعته دي عامله كده نيجاتيف بوزيتيف قد ايه والديوريشن بتاع كل نيجاتيف بوزيتيف قد ايه يبقى يعمل برضه ابلكيشن ده على هي ايه اسمها ريثم اي دي. الويفلتس ده ميترونيك ريثم اي دي ده بوست. اوكي؟ متفقين؟ طيب الديول تشامبر كريتيريا زي ما قلنا ان ممكن يبقى عندك في تاك مع 1 تو 1 كوندكشن. ممكن يبقى العيان عنده دبل اريتميس. اي اف وفيتشيكولار تاكيكارديا. اوكي؟ ماشي؟ ده الكلام اللي احنا قلناه يعني ازاي بيتشرح تاني في الديتكشن. يا اما هنعمل 8 to 10 intervals يا اما duration من 2 to 15. ده اشوفك على خير. سلام عليكم. اوكي ده نفس الكلام اللي قلناه ازاي الديتكشن ممكن يختلف. يعني قصدي ممكن ان الديسكريميتور تبقى فيها مشكله من الحاجه الثانيه. نقطة مهمة برضو ان الديسكريميتورز مش بتشتغل في البي اس. نخش سريعا في الثيرابي. الثيرابي اول حاجة اللي هي الانتي تاكيكارديا بيسنج او نسميها اوفر درايف بيسنج. الفكرة انت بتدي بيتس اسرع من التاكيكارديا بتاعت العيان مش بتعملها اوفر درايف فممكن توقف البيتس او التاكيكارديا الاي تي بي ممكن تديها تو فورمز حاجة اسمها بيرست. بيرست بتدي كولد انسايت ده لو التاكيكارديا بتاعت العيان مثلا 160 اوكي بس وتوقف وتشوف هيحصل ايه. حاجه اسمها رامب اللي بتعمل اكسلريشن جوه السيكونس. هو الحقيقه اكسلريشن بين السيكونس واللي بعديه. في حاجه اسمها رامب بلس بتعمل اكسلريشن ودي السيكونس نفسها. سهل ولا صعب؟ يعني مش مفهومه يعني
مش ممكن نعمل تاني معلش البريست البريست كلها بنفس السايكل زي ما انت شايف كده اوكي كل يعني كل البيتس اللي هتديها عبريت 170 الرام بتعمل اكسلريشن يعني مره على 170 اللي بعديها على ريت اعلى 180 يعني سايكل لينس بتقل 190 وهكذا خلاص الرام بيت مور اجريسيف بس نسبه انه تدخل عيان في اكسلريشن التاكيكارديا اعلى شويه اوكي حاجه تفضل ايه بقى انا بفضل البارست الحقيقه انا بعمل 3 بارست بس في العيان اوكي طب بظبطها يعني ازاي بص انا بظبطها بحاجه اسمها رول اوف 8 يعني ايه بدي 8 بيتس في كل سايكل بديها على 81% من السايكل لينس بتاعت التاكيكارديا اوكي يعني هتبقى اسرع وقت التاكيكارديا يبقى راوند 20% وبدي يعني هما بيبقوا 3 بس بديهم 8% يعني 81% قصدي و8 بيتس كلها يعني مثلا لو السايكل لينس بتاع التاكيكارديا 100 هيبدي 80 بالظبط اوكي ماشي الكلام طيب الاي تي بي ميزتها زي ما قلنا انها بينلس يعني انا ما بحسش بوجع بتطول في عمر البطاريه يعني في نسبه كبيره من الفنتريكولار تاكيكارديا بالذات المونومورفيك بتريسبوند للاي تي بي وحشيتها الوحيده انها ممكن تعمل اكسلريشن للتاكيكارديا عشان كده في اجهزه في حاجه اسمها السمارت مود يعني انت دلوقتي اديت العيان ده اي تي بي 3 مرات 3 بارست مثلا ورا بعض بالكريتيريا قلنا عليها ولسه التاكيكارديا مكمله هو طبعا بين كل ثيرابي والثانيه الجهاز بيقف يعمل حاجه اسمها ريد ديتكشن يعني شوف التاكيكارديا شغاله ولا وقفت هو افرض كمل التاكيكارديا لسه شغاله ساعتها بيقرر يدي الشوكس انا بظبطها على الماكسيمم جولز فروم ذا ستارت يعني مثلا لو الجهاز ماكسيمم جولز بتاعته 35 انا بظبط على 35 من اول شوك يعني هو وجع 30 زي 35 بس انت عايز التاكيكارديا توقف اوكي فعلى 35 جولز فروم ذا ستارت اوكي ونشوف هو بيدي ويشوف ويفت خلاص ما وقفتش يروح مدي تاني اب تو 5 شوكس خلاص في اجهزه في الدي اف بتدي حاجه اسمها اي تي بي ديورنج تشارجنج يعني وقت ما الجهاز بيشحن لسه شايل دي شوكس حتى لو هي دي اف يعني بعض الدي اف ممكن تقف بالاي تي بي يروح مدي اي تي بي الاول ويعمل ديتكشن تاني قبل ما يدي شوك كان زمان مفيش ديتكشن حاجه اسمها كوميتد شوك كوميتد يعني اول ما شحن يبقى لازم يدي البتاع فتلاقي العيان التاكيكارديا وقفت راح واخد شوك برضه فده بطل بقى حاجه اسمها مان بورت خلاص ما حصلش حاجه كده ما مدهاش شوكس يعني ماشي الكلام؟ متهيألي كده خلصنا يعني بقيه الحاجات اللي هي يعني برادكارديا باك اب عن بوست شوك بيسنج احنا عارفين الجهاز ده اي اي سي دي ممكن يعمل برادكارديا بيسنج عادي خالص زي بيس ميكر وبوست شوك بيعمل بيسنج هاي فيري هاي فولتج يعني الماكارديا بيبقى ستاند شويه فلازم يدي هاي فولتج اب تو 7 فولت عشان يقدر يعمل بيسنج خلاص ويبقى فيري شورت ديوريشن خلاص الكاونترز والالكتروجرامز دي فيري امبورتنت لما تيجي تعمل فول اب يعني انت تشوفها تشوف الالكتروجرامز اللي مخزنها عامله ازاي هل التاكيكارديا دي فعلا تاكيكارديا ولا ارتفاكتس ولا نورمال دي يعني هنا كوبي شوكس ولا ايه الماجنت ريسبونس اوف اي سي دي يعمل ايه الماجنت اوف اي سي دي بس صح بس بيوقف الثيرابي بس لكن ولا بيوقف السنسنج ولا الديتكشن ولا البيسنج يعني عيان مركب اي سي دي ومحتاج بيسنج وهو بياخد وهو داخل في ستورم حط له ماجنت هيوقف الشوكس بس مش هيوقف حاجه ثانيه. مش المفروض يقلبوا في يوم واحد. طب مش المفروض يقلبوا في يوم واحد. ريكومندد ريبليسمنت تايم ده بيعتمد على عمر البطاريه وعمر التشارج تايب اللي احنا مش الكلام ده كده فعلا من شركه للتانيه. متفقين؟ بس دي الحاجات بقى نكملها مع بعض لا ما دام الليميتيشنز دي كانت حاجه صعبه يعني بص البطاريه هنا دي الكوليكتر وول وده الكورونري ساينس ليف هنا تو دوتس تو اوكي فهو في ده بيقول لك ان في ليميتيشن في امبلانتيشن اناتومي كورونري ساينس ازاي يا جماعه؟ انا عندي كذا حاله عندي كذا حاله لفت ازاي؟ ازاي؟ صعب هو صعب وبياخد وقت طبعا يعني عشان كده بيقول لك ليميتيشن هم ليه اخترعوا بقى السبتينس اي سي دي؟
عشان حاجه دي عشان دي بروبلم يعني ده ليه تشيل حصل فيه انسوليشن بريك ازاي دي اتكسر خالص خلاص ده كان فولتي يعني كان من امبلانتيشنز فيها مشكله اللي هو تحت الكلاب كده ده الفينير بريك بتاع ترانسفينس ليدز اوكي يعني 8 years كان 0.8% فينير بريك يعني بس ده سبتينيس اي سي دي بقى يعني مشكله سبتينيس اي